أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC24 في الفترة ما بين 21 وحتى 25 من أكتوبر 2024. إلى هنا أشارت الوزارة إلى أن المؤتمر يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان بالعاصمة الإدارية الجديدة. يمثل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، حيث يتوافق كلاهما مع رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني، وتعزز هذه الاستراتيجية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي يتولى رئاستها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. هذا ويدعم المؤتمر بشكل مباشر أهداف بداية وتوجيهات الرئيس السيسي من خلال العمل كمنصة ديناميكية تعزز وتوسع أهداف بداية، حيث يجمع الجهات المعنية الرئيسية ويوفر فرص عالمية لتبادل الأفكار وإقامة الشراكات للتعاون في معالجة المجالات الحيوية مثل تحسين الرعاية الصحية، تعزيز التعليم، خلق فرص عمل.